بالهارسية، فيروس سي، سرطان، فقدان سمع، أمراض قلب وكلى. يمكن لحد وقت قريب ما كانش في بيت في مصر ما فيهوش مريض بحاجة من دي، وكانت الأعداد في مصر مش بالألاف بس، لأ بالملايين. النهاردة بقى عندنا ملايين، بس ملايين من اللي تعالجوا واللي تم فحصهم لوقايتهم من الأمراض. وهنا تعال أقولك حصل إيه. وزارة الصحة كل يوم بتفاجئنا بأرقام بالملايين حققتها وفادت بيها المواطنين بمختلف أعمارهم. الأرقام دي اتحققت من خلال المبادرات الصحية اللي بتمس كل فرد في الأسرة. خليني أقولك إزاي وناخد الأسرة من أصغر فرد لأكبر فرد. بالنسبة للمواليد الجداد مثلاً، ما تستغربش لما تسمع إن 4,300,000 طفل تم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، أو إن خلال سنة 2022 تم إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4,017,000 طالب بمدارس الجمهورية، وده الهدف منه الكشف في المبكر عن أي مشكلات صحية ممكن يعاني منها الأطفال، زي كشف عام، قياس نظر، كشوفات جلدية، كشف أسنان، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. 32 مليون سيدة مصرية، لا ده مش عدد السيدات في مصر، ده عدد اللي تم فحصهم خلال مبادرة اسمها صحة المرأة المصرية واللي تم إطلاقها في يوليو 2019. وخد بالك لما أقولك إن المرأة صحتها جيدة يبقى تأكد إن البيت كله صحته أمان، باعتبار المرأة دي هي عمود المنزل وأساسه. كلنا فاكرين طبعاً إزاي والدي ولا والدتي كانوا بيضطروا يبقوا على قوائم انتظار طويلة جداً عشان يعملوا عملية جراحية دقيقة أو عملية خطيرة. النهاردة بقى عندنا 1,600,000 عملية جراحية تم إجراءها خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في تخصصات زي القلب والعظام والرمد والأورام والقسطرة وزراعة الكلى وغيرها. كمان تم علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال عام 2022. أنا بقول كفاية أرقام لحد كده مع إن الوزارة أرقامها بتزيد كل شوية. اللي عايزة أقوله إن المبادرات الصحية دي أكيد الكل استفاد منها، ولو أنت ما استفدتش بشكل مباشر فأكيد تعرف حد استفاد، أو على الأقل بقى عندك المعلومة اللي تقدر تفيد بيها غيرك وتوجهه للمكان الصح لو عايز يستفيد من مبادرات وزارة الصحة اللي بتزيد كل يوم. وخد بالك، الجسم السليم يعني مجتمع سليم، وطبعاً في الآخر أنت الكسبان.